احنا كنا قاعدين في القبلي والجيش اقتحم القبلي يعني، وهجموا علينا بطريقه وحشيه كتير، وهجموا وكان تركيزهم اكتر اشي الضرب على الراس وعلى الوجه، وكانوا اعتادوا علينا في الدبسات وفي البواريط، وبامكاني كانوا المسعفين يسعفوني واعتادوا علي واخذوني من المسعفين، ما خلوش حدا يسعفني. حتى المرابطات ما سلموا منهم وضربوا المرابطات، حاولوا الشباب حتى يفزعوا للمرابطات يصدوا الضربات، برضه يضربوا الشباب ويبطحوهم بالارض ويربطوهم. الكل تربط، ما حتى الختيار الا ربطوه. مزعوا علينا اواعينا، مزعوها علينا، جرونا على المي، رشونا بالمي، ضربونا، منعوا الاسعاف توصلنا، وصلونا للمقفر هون، اهانه، ظلم، ضرب. اخذونا عن شقه الكوتل تحت محمد صلوا اليهود، وكل ما حدا فينا يرفع راسه يضربوه على راسه. بالاخر انا اجيت بدي اقوم بقول له انه صار معي مشكله باجري مش قادر اكمل على الارض، اجى ضربني شلطه بصدري وبلش فيه دبسات على راسي، وكانت درجه عنصريه كبيره عندهم. بعد ما وصلنا على هون ضلوا يهجموا على الشباب، يضربوا الشباب، يضربوا الصغار، يضربوا الكبار، ما تفرقش معي. دمار دمار شامل جوا، كله مكسر، العياده جوا كله ولا مخليين اشي. الشوار بيعبر عن الكلام، أكثر من هيك ما فيه. دخلوا بوحشية، ضربونا، فخرونا، طفوا علينا، خلانا صوتهم، وقفوا، اتصابوا كثير.